السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. باور بي اي بيبدأ يعرض لك المعلومات بتاعتك بأشكال بيانية وأشكال لذيذة، وهنا بقى الميزة إن هو متفهم مع البيم، بحيث إن أنا ممكن أقول له أنا عايز سيلكت بس إيه اللي مثلا لسبلاي مثلا أو لمكان معين، فيبدأ يجيب لي الحاجة ديت والباقي كله يخليه خفيف شوية، بحيث إن أنا أقدر أركز الحاجة بتاعتي اهيت. تمام، وده مثال اخر برضو موديل موجود بيديك مثلا لون للكونكريت ولون تاني للكونكريت بريفاب، بحيث ان انت تقدر تعمل عليه سيلكت زي ما انت عايز، وبيبدأ يجيب لك حصر الكمية والماتيريال والفوليوم وكل حاجة انت عايزها. وممكن ان انت تختار بقى الفلتر اللي انت عايزه، ممكن تقول له مثلا عايز الفوتنج بس او الكولوم بس او السلاب بس. الشكل دوت، وهنا برضو بيبدأ يجيب لك العناصر الموجودة وبيبدأ يجيب لك حسب الكاتيجوري، وتقدر تعمل فلتر بحسب حاجة معينة مثلا ليفل 2 مثلا او حسب الكاتيجوري. هو بيبدأ يدي لون للحاجات معينة، تقدر تعمل سيلكت مثلا على ضغط معين بالشكل دوت. ممكن تقول له مثلا عايز لقطة بتاعت الستيرز او الهيلوي، وهنا برضو عرضها لك بشكل لذيذ، وبرضو بيديك موضوع الحصر وموضوع الويت والتايب وهكذا. انت بس بتحول الموديل بتاعك ل IFC وترفع على الموقع، وهو معمول من خلال اللي هو KGDF الموقع دوت. اهو هسيب لكم الرابط اسفل الفيديو، بحيث ان هو حتى بيعرض امكانيه ان انت وانت شغال على الموديل بتاعك في الريفت او اي برنامج اخر يبدا يديك نفس الاشكال ديت. هو بيعمل في 3D باور بي اي، وفي للريفت، وفي للسكتش اب وهكذا.